العظيم القدوس في كل شيء كريم وارضى يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميع Thank you.
الاحتفال اللي أقمناه النهاردة ده احتفال سنوي بيقام كل سنة في المعدة هو بيبقى فيه اهتمام بالكنيسة كمجموعة، يعني ابتدت مع بعضها من زمان واستقروا في المبنى هنا، وبعد ما اشتروه جددوه وأصبح ملك ليهم، فبيعملوا سوق خيرية، بيعملوا معروضات مصرية، هم يعني السيدات والإخوة والأخوات بيشتغلوا فيها ويقدموها، وب يعني محصلة هذا المعرض بيقام بيتعمل بيه عمل خيري من الأعمال الخيرية اللي بتتبناها الكنيسة، وبيتباروا بقى في إثبات يعني حبهم وإخلاصهم وتفانيهم، وبيتقنوا أعمال جميلة، وبعضها بتبقى أعمال فنية وبتباع وبتمنها بتساهم في بعض المشروعات الخيرية اللي بيقوموا بيها. والصبح احتفلنا في القداس، وبعد كده كان في كورال، وأطفال مدارس الأحد عملوا عرض شيق وجميل، وصوتهم جميل كأنهم جاي صوت جاي من السماء، حاجة جميلة. وعيد جميل، وكل عام وانتم بخير واحنا بخير وانتم طيبين ان شاء الله. نشكر ربنا النهاردة فرحة كبيرة بالعيد الـ 34 لكنيسة العذراء أمستردام. يعني الكنيسة اتخذت سنة 85، الأطفال اللي هم اتعمدوا في بداية الكنيسة النهاردة عندهم 34 سنة، حاجة كبيرة. النهاردة في شباب كتير قوي من الجيل الثاني، ونشكر ربنا كنايس كتير ودير لينا، وبركة كبيرة وفرحة كبيرة. ربنا يعني يديم الخدمة على طول في كل مكان في مصر وبره مصر، ويديم صلوات سيدنا علينا يفتح أمبارساني، ويبارك في الكنيسة دايما وتعبها، ويطمن على إخواتنا في مصر دايما، ويطمن على الكنيسة دايما في مصر، ويسند قداسة البابا تواضر دايما في خدمته، يديله قوة فوق قوة ونعمة فوق نعمة، ويبارك كل اللي بيتعب وبيخدم في كرم ربنا، ويحفظنا كلنا المجد اسمه، ويدينا دايما استعداد لملكوته السماوي. احنا النهاردة بنحتفل بعيد كنيسة العذراء في أمستردام، بنحتفل بالعيد رقم 34 في عمر الكنيسة. الكنيسة هنا تأسست من سنة 85، وجي بعدها كنايس، كل كنايس هولندا ولدت من رحم كنيسة العذراء. دلوقتي عندنا 9 كنايس على مستوى هولندا، ودير كلهم طالعين من كنيسة العذراء في أمستردام. بنقول لكل شعب هولندا كل سنة وانتم طيبين، بركة صلوات قداسة البابا المعظم لما توادرس، ونيافة الأبرساني حبيبنا وأسقفنا ورعينا تكون معانا كلنا وتحفظنا كلنا، ويحفظ شعب مصر وبلدنا مصر الحبيبة، وإلى منتهى الأعوام، ومزيد من الكنائس ومزيد من الخدمة ومزيد من ولادنا في الجيل الثاني والثالث يتمتعوا دايما بكنيستنا، ويتمتعوا دايما بخدمة الكنيسة القبطية في كل مكان. وكل سنة وانتم طيبين. أنا بهني كل الأبروشية وشعب الأبروشية بعيد الكنيسة الـ 34، عيد كنيسة العذراء بأمستردام. هي فعلا أول كنيسة سيدنا تعب أول لما جه بعد 4 شهور من مجيه، قدر اللي هو يحصل على الكنيسة دهيت، بس ما كانش بالضخامة دهيت والمركز الثقافي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، لكن بعمل ربنا الكنيسة دهيت هي اللي اتولدت منها كنائس كتيرة على مستوى الأبروشية في كل مناطق هولندا. نشكر ربنا لأن ربنا بيتمجد في كل عمل
بتمتد ايدين سيدنا فيه، واحنا شايفين السمرة ولادنا كلهم مرتبطين بالكنيسة، والنهاردة تعتبر هي دي الكنيسة الام. فعشان كده تلاقي الشباب وتلاقي كل الناس جاية بتهني من كل الكنائس الأبروشية. بنبارك لعيد الكنيسة 34، وتعيش سيدنا دايما وتعمر وتعمل حاجات كويسة. الكنيسة هنا بصراحة مليانة جدا النهاردة، ما كناش منتظرين انها تبقى بالطريقة دي، لكن طبعا الفرحة كانت كبيرة خالص. كل سنة طيبين. كل سنة وانتم طيبين واحنا طيبين. النهاردة بنولع الشمعة 35 في عيد كنيستنا. احنا بنشكر ربنا انه ربنا اهدانا كنيسة حلوة هنا في امستردام، لمتنا وبنحس بالأمومة فيها وبتربطنا بكنيستنا الأم. نشكر تعب سيدنا الحبيب أنبا أرساني، لممنا حواليه وفرحانين بيه وفرحانين بأولادنا والكنيسة والخدمة. النهاردة الناس كلها فرحانة والجو جميل مفرح، رغم أن الدنيا شوية فيها مطر، لكن إحنا دافيانين بروح ربنا معانا في كنيستنا. نشكر ربنا على كل حال، وكل سنة احنا طيبين، وكل سنة ومصر طيبة وكنيستنا الأم طيبة وإلى منتهى الأعوام يا رب.